اهيت بطلع بقى كده، بطلع حتتين حلوين كده جمال كده زي دول كده. نطلع بقى ايه شوكه، نشوف شوكه كده صغيره حلوه كده. شوف شوف، بص بص ايه، بص هشه ازاي وجميله ازاي. اهي ندوقها بقى. جميله والله العظيم جميله. لو عجبكم بقى اضغطوا لايك لايك ماشي. طبعا انا هتسلى فيها بقى وراح احط لابو جمانه بقى واحط للولاد. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك لايك. سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ورجعت لكم بفيديو جديد. ايه رايكم بقى في صينيه الكيكه دي؟ انا عملتها بس ما صورتش الطريقه بتاعتها. لو عاوزين الطريقه بتاعتها اكتبوا لي في الكومنتات وانا هعمل لكم الطريقه بتاعتها. طبعا انتوا كلكم عارفين طريقتها وكده، فانا عملتها بصراحه فقلت ايه لازم مش هعديها على كده لما طلعت بالجمال والحلاوه دي. شوف عامله ازاي واللون عامل ازاي، فقلت بقى نعمل ايه بقى اصورها معاكم كده بعد ما خرطتها اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى مش مكتومه ولا اي حاجه، هشه ازاي اهي عامله ازاي. وشوفوا الارضيه بتاعتها اهي برضه والله العظيم. بصوا بقى على الجمال، مش هقول لكم ايه رايكم بقى، ايه رايكم على الجمال ده بقى؟ عشان بوظ الصينيه كده وشكلها كده ايه، عشان ناخدها لكم ايه صوره كده حلوه. ايه رايكم؟ تعالوا كلوا معانا. كل سنه وانتم طيبين، بمناسبه رمضان كده ان شاء الله، ويجعلوا كده سنه سعيده على الناس كده. واستنوا مني الفيديوهات كل يوم ان شاء الله فيديو، واللي جاي احسن. وهنعمل بقى فيديوهات كده بقى واحنا بنعلق زينه رمضان. كل سنه وانتم طيبين، علشان انا لسه ما علقتهاش والله، لسه ما عملتش اي حاجه ولا في المطبخ حتى ولا في الشقه. فان شاء الله هنعمل بقى الايام اللي جايه ديت، هنعمل بقى فيديوهات على زينه رمضان. ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، على السلامه. اهي بطلع بقى كده، بطلع حتتين حلوين كده جمال كده زي دول كده. نطلع بقى ايه شوكه، نشوف شوكه كده صغيره حلوه كده. شوف شوف، بص بص ايه، بص هشه ازاي وجميله ازاي. اهي ندوقها بقى. جميلة والله العظيم جميلة. لو عجبكم بقى اضغطوا لايك لايك ماشي. طبعا انا هتسلى فيها بقى وراح احط لابو جمانه بقى واحط للولاد. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك لايك. سلام.